السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس دورة تعلم لغة الجافا سكريبت. درس اليوم سوف يكون بإذن الله حول خاصية الفوليوم. خاصية الفوليوم بمعنى ما الذي سوف نناقشه وسوف نشرحه في هذا الدرس. فقط سوف نقوم بإنشاء بوتون، اثنين من البوتون، بمعنى اثنين من أزرار التشغيل، واحدة لزر التشغيل وواحدة للإيقاف، لكن عن طريق خاصية الفوليوم. وسوف نقوم بإعطاء قيمة لكل فوليوم. كيف ذلك؟ نبدأ مباشرة في صفحة ال HTML، نقوم بفتح خاصية البوتون التي قمنا بتذكير بها. يكفي أن نقوم هنا بفتح بوالا أون كليك، ثم نقوم بنسخ هذه الخاصية هنا لكي نقوم بفتح بوتون أو بإنشاء بوتون آخر. هنا داخل هذه البوتون سوف نقوم بكتابة على سبيل المثال هنا تشغيل صوت، وبالأسفل سنضع إيقاف صوت، والخانة الثانية أو الزر الثاني إيقاف صوت. ثم سوف نأتي مباشرة إلى قبل ذلك سوف نذهب إلى الصفحة الخاصة بنا نعمل تحديث. كما ترون لدينا هنا خانتين أو زر واحد لإيقاف الصوت والآخر لتشغيل الصوت. سوف نذهب مباشرة إلى خاصية، سوف نقوم بفتح الفونكسيون، سوف نقوم بكتابة العربية، سوف نقوم بكتابة هنا الفونكسيون. ثم سوف هذا الفونكسيون سوف نقوم بإعطائه اسم، على سبيل المثال سوف أعطيه اسم اندكس. ثم سوف نقوم بفتح قوسين هنا مباشرة، سوف نقوم بفتح الكولاد، وداخل هذه الكولاد سوف نقوم باستدعاء اسم الفاريابل الذي وضعنا سابقا. هذا هو اسم الفاريابل الذي وضعنا سابقا، قول ميم ثم دوكيمنت جيت ايميم باي اي دي. إذا نقول ميم هو اسم الفاريبل. ثم سوف نضع نقطة، ثم فوليوم، عنوان درس اليوم فوليوم، ثم نقوم بعمل هنا وضع تساوي، ثم سنعطيها قيمة واحد. ماذا تعني قيمة واحد؟ قيمة واحد بمعنى تعني أن يكون الصوت بنسبة 100%، ثم سوف نضيف خاصية أخرى بطبيعة الحال في الزر الثاني أو البوتون الثاني، نفس العملية فونكسيون. ثم سوف نقوم بإعطاء اسم معين، على سبيل المثال سأعطي أنا اسم فونكسيون ستوب. ثم سوف نقوم بفتح قوسين، ثم خلف القوسين هنا دائما نقوم بإعطاء أو بفتح الكولاب. داخل هذه الكولاب دائما نقوم باستدعاء اسم الفاريابل، الذي تحدثنا قبل قليل ألا وهو بالميم. لماذا؟ لأنه هنا لدينا الفاريابل وبالميم هو اسم الفاريابل. ثم سوف نضع نقطة، ثم سوف نقوم بوضع أو كتابة الخاصية الخاصة بنا اليوم ألا وهي الفوليوم، إلا أن هنا سوف تختلف عن السابقة التي أنشأناها في القيمة. هنا أعطيناها قيمة صفر وهنا واحد، وما الاختلاف بينهما؟ بمعنى قول مي فوليوم اسم الفاريابل ثم فوليوم أعطينا واحد بمعنى تشغيل الصوت، بمعنى 100% الصوت، أن يعني يكون الصوت على سبيل المثال 100%. وهنا فونكسيون الذي أسميناه بستوب، ثم أعطيناه اسم فاريابل وفوليوم أعطيناه صفر بمعنى إيقاف الصوت أو الوضع الصامت للصوت، بمعنى 0%. كيف ذلك؟ سوف نقوم بربط اسم الفونكسيون مع البوتون. هنا أتي الواحد تعني 100%، يعني التشغيل، تشغيل الصوت. ثم كنترول V، سوف نقوم بنسخ اسم الفونكسيون الخاص بطبيعة الحال بالفوليوم لإيقاف الصوت، ثم نقوم بكنترول V. سوف نذهب مباشرة إلى الصفحة الخاصة بنا نعمل تحديث. بداية سوف نقوم بتشغيل الصوت. كما ترون الآن الصوت شغال، وهذه هي الخانتين التي قمنا نحن بإضافتهما. سوف نقوم بإيقاف الصوت. نحن الآن قمنا بإيقاف الصوت عن هذه، عن طريق هذه الخاصية التي قمنا بإنشائها الآن. سوف نعيد تشغيل الصوت لكن ليس من نفس الخانة، بل بالخانة التي قمنا بتشغيل بوضعها هنا، التي هي قمنا بوضع فيها واحد التي تشمل اسم الفونكسيون اندكس وهنا تشغيل الصوت اندكس. سوف نذهب إلى الصفحة نعمل تشغيل. كما ترون
إيقاف الصوت، نحن أوقفنا. والآن أضغط صوت، سنقوم بتحييد. دائما لتشتغل هاته الخانتين لابد أن تقوم بوضع أو بفتح الموسيقى أو الذي تريد أن يكون شغال. وهذه الخاصية تدخل الإنشائية، تقوم بإيقاف الصوت، وهذه تستأنف الصوت. إذا كان هذا كل ما في درس اليوم، أتمنى أن يعجبك هذا الدرس. نلتقي بإذن الله في درس مقبل إن شاء الله.